باش ما تبقاوش تهجموا عليا وتدخلوا عندي، قسما بالله راه بديت تنسب عباد الله. بداو عليا نتوما منافقين الفنانات. انا الا بغيت نهضر على دنيا باطمه ولا بغيت انا بكيت عليها بوحدي وانا صيفطت لختها. انسانه غلطات راه هي تتحاسب. عقل دنيا باطمه انا تنأخذها لانه اول غلط دارته في حياتها تعرفت على شي او باش بعدا ما كانش خاصها تعرف عليهم. با تخرج لاله العيالات كيما خرجت اختها لاله العيالات، وكيما خرجت سكينه غلامور لاله العيالات، كيما خرجوا كاملين، كيما بقاو فيا الناس اللي تضروا من داك الحساب اللي بكيت عليهم بالدم، كيما دوك صامد براسو حتى هو. غزالين الله يرحم الوالدين، درت هاد اللايف غادي نخليه عندي يبقى نتراسي يبقى تماك عندي. نالي على هاد الفلتر كيردني الله يجيب السلامه. شوفوا باش نسدوا الموضوع فري ديال 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 الفنانه دنيا باطمه الله يطلق سراحها في هذا النهار، باش نسدوا هذا الموضوع خاصكم تعرفوا الاخوان الله يجازيكم بالخير، باش ما تبقوش تهجموا عليا وتدخلوا عندي. قسما بالله راه بديت تنسب عباد الله، قسما بالله حتى انا بشر وانا تنعرف نسب وانا تنعرف نعير. ما تدخلوش عندي وتبداو عليا نتوما منافقين الفنانات، نتوما اعداء النجاح، نتوما كذا نتوما كذا. انا ما اعداء حتى شي حاجه، سمعتوني انا يا واحد الانسانه بحال جميع الناس. كاين اللي تيبغي يواسي ب ب ب ب في العلن، وكاين اللي تيبغي يواسي ماشي. دابا مثلا انايا نهار تزوجت انا ماشي كلشي، ماشي كاع لي زارتيست حطوا لي ستوري وقالوا لي مبروك الزواج، فهمتوني؟ ماشي كاع لي زارتيست، انا لا بليبار ديال لي زارتيست صيفطوا لي ميساجات بريفي وقالوا لي مبروك الزواج، فهمتوني؟ تا انايا ما غاديش يمكن ليا انني الا بغيت نهضر على دنيا باطمه ولا بغيت نقول الله الله ولا بغيت نتضامن معاها غنتضامن زعما في ستوري اولا غنتضامن في قدام العالم. لا انا بكيت عليها بوحدي وانا صيفطت لختها وصيفطت لها هي، فهمتوني؟ وتنهضر عليها بزاف وعزيزه عليا وتنحماق عليها. ولي فان الفري المحترمين الزوينين ديال دنيا باطمه راه تعرفوني شكون انا مزيان وكيفاش تنهضر عليها مزيان، وانا لا اتلصق في اي واحد كيما بغى يكون. سمعتوا انا قلبي عليها دم وهي انسانه بحالها بحالي بحال جميع الناس. عادي انسانه غلطات راه هي تتحاسب. ايه ما بغيناش لهذيك المحاسبه، ما تنبغيوهاش للكلب. سعاك الدنيا باطمه، سعاك لواحد الانسانه. تا انا غدا الا درتي غلط غادي نتحاسب عليه كيما غادي يكون نوع هذا الغلط. نقدر نسرق، نقدر نضرب، نقدر نسب، نقدر ندير اي حاجه. انسان تيغلط، انسان على منين تتمشيو منين تنديروا شي 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 حاجه خايبه مع الله تعالى ما تيحاسبناش. كذلك كاينه العداله، كاينه العداله الالهيه وكاينه العداله ديال الدنيا. راه هي تتخلص غادي تخرج، وغادي تخرج مره ونص، وغادي تخرج حسن من كي كانت، في حسن في حسن باخلاقها بتربيتها بكل شيء اللي ان شاء الله باذن الله. وغادي تكون مزيانه وغادي يسهل عليها الله وغادي يعاونها صدر ربي حين تستاهل كل خير وغزاله. وانا ما شفت من دنيا باطمه غير الخير. يلا الموضوع انا كله هو ما تنعرفوش، قسما بالله العلي العظيم الموضوع كامل وما تنعرفوش. كذلك منين تنسمع انا كنت في مراكش كرهت مراكش كلها، قسما بالله الا كرهت مراكش بهذاك الحساب ديال حمزه مبيبي قسما بالله. يلا هي تبرأت منه انها ماشي مولاته، ولكن تتحاسب لانه تواصلت معاه. يلا ما عندها حتى شي مشكل، انا ناخذ دنيا باطمه قسما بالله، انا تنأخذها لانه اول غلط دارته في حياتها. هو مسكينه بقوه الظرافات اللي عندها تعرفت على شي او باش بعدا ما كانش خاصها تعرف عليهم، وما كانش خاصها اصلا تقول لهم حتى السلام كاينين شي او باش معانا فهاد لا فهاد الدومين ولا بلا هاد الدومين. ماشي مغنيين كاع، كاينين شي ناس تعرفت عليهم هما اللي خسروا لها حياتها كاع. قسما بالله انا ما تنحمق وتنتسطع على ديك السيده، تنموت عليها وهي عارفه هادشي، والتليفون ديالها الفري راه تيتلاقاو معايا وتيقولوها ليا. قسما لكم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم داكشي اللي تفقست عليها الله اللي عالم به وشاهد. وعادي انسانه بحال ايها الناس تتحاسب على غلط دارتو، عادي ما فيها حتى شي عيب. تخرج لاله العيالات كيما خرجت اختها لاله العيالات، وكيما خرجت سكينه غلامور لاله العيالات، كيما خرجوا كاملين، كيما انا نقدر واحد النهار نغلط حتى دوك الرجال اللي حتى هما دخلوا في هذا الشيء، ها هما تربوا وهما خرجوا زوينين، ها هما داخلين سوق راسهم، عادي ما فيها حتى شي عيب. كيما بقاو فيا الناس اللي تضروا من داك الحساب اللي بكيت عليهم بالدم،
قسما بالله. يلا الناس كلهم كيما دوك صمد براسو حتى هو دوك صمد نهار تندخل وتنسمع عليه كيفاش تضر تنبكي الدم قسما بالله. كلهم ويام الدحماني الله يرحمها اللي بغيتو اللي بغيتو اي واحد تضر من داك الحساب فهمتوا. ولكن علاقتي مع الانسانه كانسانه اي واحد ما غاديش نبغي يدخل الحبس. سالينا الفيلم وعزيزه عليا وغاليه عليا وفوق الراس ديالي قسما بالله. ما باقيش دخلوا تسبوني راه انا ما غاديش نهز ونبدا تنقول تحيه دنيا باطمه وانا معاها وانا راه من موراكم قلبي يدمع عليها من موراكم اختها وامها والعالم عارفني شكون انا وعارفني كيفاش تنساند هذيك السيده وكيفاش تنبغيها والله اللي شاهد احسن من كل شيء. ماشي غادي ندير ستوري باش نبين للناس انا راه مسانداها لا وعادي وباقي تنقولها لكم غلطت بحال ايها الناس وتتحاسب كما انا نقدر نتحاسب واحد النهار وغادي تخرج لالات العيالات وغادي تخرج دايره عقلها وما نبغيهاش باقي تشوف شي موسخه ولا شي موسخين من دوك اللي كانت تعرف حيت النيه ديالها حتى هي اللي وصلتها لبحال هذا الشيء. والله يسهل عليها والله الله يخلي لها بنيتها وحنا معاها وغادي تخرج ان شاء الله. اللي دار الغلط غادي يتعلم منه وغادي يستفد منه وغادي يصلح راسه وغادي يمشي مزيان ان شاء الله. وسير الله يعاونكم والله يسهل عليكم. ما باقيش تسبوني انا راه ما درت حتى شي حاجه انا راه ماشي حيت ما حطيت ستوري على دنيا باطمه راه انا بغيت لها هذا الشيء. ماشي حيت ما كذا انا صيفط لها هي وصيفط لاختها وصيفط قلبي دم عليها قسما بالله العلي العظيم الا قلبي دم. وسير الله يعاونكم الله يسهل عليكم. واللي سبني ما بقيش نحط شي ستوري على شي حاجه حنا راه ما يمكنش نوقفوا حياتنا وتا هي راه ما واقفاش لها حياتها راه باقي بتخرج وبغيتوا تشوفوها كي بتعلي في السماء ان شاء الله. ماشي شي مشكله هذا ما وقع حتى شي حاجه كما تيحاسبنا الله تيحاسبنا القانون وما فيها حتى شي عيب. ماشي حين دخلت راه نهايه العالم بتخرج لالات العيالات كما خرجوا الناس اللي قبل منها اختها سكينه غلامور البنات الاخرين الله يسهل عليهم وتا الناس اللي تضروا من الحساب يا ربي تبرد جرحهم ويا ربي تسهل عليهم ونشوفهم ان شاء الله بخير وعلى خير حتى هما. اي واحد تضرر من هذا الحساب اي واحد هاد الناس اللي تضروا من الحساب راه قلبي عليهم دم قسما بالله كلهم كاع اللي تضرر من هذا الحساب انا قلبي عليه دم وتيبقى فيا قسما بالله العلي العظيم. ولكن ما تديروش بحال هادشي وما تسبونيش وما تعيرونيش. الا غادي نساندها بقلبي وبالروح ديالي وصيفط لوالديها صيفط ليهم صيفط لاختها صيفط لها هي. ما تنتسناكمش نتوما تجيو تقولوا لي ندير ستوري باش نبينوا لكم نتوما ولا باقيش تسبوني قسما بالله. تا غندخل نبدا تنسب بنادم بريفان نقولها لكم والله يعاونكم. مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.